عبالك اختفيت؟ لا يا حبيبي. تدري مين انا؟ عذبني حبيبي وانا اللي حي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله مساءكم وصباحكم بكل خير. يا هلا ويا سهلا ويا مرحبا، حياكم الله. كيف الحال؟ شوي شلون؟ مزكمة. من هي؟ المني. قايل لكم مهتم فيها أكثر مني يا جماعة. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أول مشوار يا جماعة الخير بإذن الله على الحلاق، لأن الوضع صعب شوي. أي الوجه صار كله. أيوه طالع هناك؟ طالع هنا؟ ما أقدر. طالع هنا عندي؟ ما أقدر والله. أيوه أسلم. أي حبيبي سم. هذا لازم أروح حلاق الحين. ها؟ لازم تروح حلاق الحين. زبدة يا جماعة الخير، أول ما صحيت كذا فتحت عيني اللي أبدي قدامي قال على الحلاق. كيف يا مسلم؟ قال أقول لك على الحلاق. طيب مو الحين. طيب أقول لك على الحلاق. اللي صاير معي يا جماعة الخير الفترة الأخيرة، كل ما أخلي الدقن يعني على قولتهم إني بريح من حلاقة، يصير وجهي كله شيب. تخيلوا هذا هنا شيب، هنا شيب، هنا شيب. ما أدري وش، ولا أدري من إيش، ولا أدري من فيتامينات. مسوي تحليل كامل، ما أدري شو السالفة. في شيء غلط بس ما أدري شو. في حديد ناقص يمكن. ما يعني ما أشوف إن الموضوع يعني إن هذا وقت إني أطلع شيب ولا عادي يا أخي. الشيب أنا أشوف إنه شيء كويس عادي ما يضر. لا ما أشوف إنه وقته يعني. كم أنا صغار يا أخي، 24 سنة. 24 سنة يطلع فيك شيب شلون؟ كيف كذا؟ صعب صح الموضوع؟ مرة غريب يا أخي. زي اللي صلع عمره 22 ما يعني. لا هذا عوامل عادي. يا هلا وسهلا. اي والله اليوم يوم الحلاقة، يوم التطبيق، يوم هذا. وش تبون ستايل لسلطان؟ يلا اعطوني بسرعة. من يوم عارف ستايلات تبون هنا فكر شرك. ارسلوني نبون ستايل. بس حسان انا ما كلمت الحلاق، اتوقع عنده زحمة. اي واحد هذا ولا الثاني؟ اليسار. ما اتوقع ان شاء الله. ما اتوقع. توقعات. اي واحد هو فيهم؟ واحد كذا شعره كدش. ها؟ شعره كدش؟ يسمون كدش. انا ما هم يسمون كدش الحين ولا لا؟ قايل لك بشويش. وش ده؟ قايل لك بشويش. انا حسب انه بنشرنا داعسين بيبسي. اي ها كدش. ما شفت. انا اتذكر في واحد ابو نظارات. لا كذا شعره كذا ملولو. شوف والله في شعره. هذه زحمه ذي ولا ايش؟ لا شوفها. فين ابو كدش؟ 70 سياره ما في احد. شوي واجواي حلو الله يتقبل. قاعد يصلي لابو كدش. الله يجزاه خير. هذا ابو كدش. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه. ارسل الستايلات اللي تبونها. يلا ايش رايك انت؟ سكره بالخير. نتفق اتفاق عشان نكسب وقت. انا احلق، انت تخلص شغل، نتوعد بعد الحلاقه نطلع من راهله. يلا تم اسكو. انا اللي يلا. الحمد لله هذا الشيب اشغلنا يا جماعه. حبيبنا الحل مع الشيب. انا مع الشيب. صبر. لا يا طبيعي والله ما في حل لك. طب المعلومه. لا يبي شاي. ايه. هل موضوع انك كل ما تشيلها تزيد هذا صحيح؟ صحيح هذا؟ ولا يا هذا؟ صحيح. ايوه. نوع تشيب؟ ليه؟ اوعى تشيلها. ليه؟ هتزيد اليوم يعني ولا؟ هتزيد بعدين مش لازم اليوم. يا رجل. اوعى يجي الزرابه. شعر 10 والله. ها؟ شعر 10. انت اللي فيك هنا شيب؟ ايه ده لا؟ ها؟ ده احمد. هو اللي ثابت. ها؟ هو اللي ثابت. ايوه. والله العظيم الشعر 10 لو كذبت. الشعر 10. شعره ب 10 شيبات. بعشر شيء. أنا اللي فيهم كفينا الحين. أنا بيفرقها هذه. فيها شيء كذا بعشرة والله تطلع لك نفس المنتج. أعوذ بالله. عن كلام موصوف يعني. لا إله إلا الله. لا خلينا بس خلينا. قرنفل ولاعة بالولاعة واعمل بيه. قرنفل. الله يستر. لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ايمن ود انت قاعد هنا حلقت انت قاعد هنا
ايوه قول لي تروحي حلاق. ها انا وشو انا خليني اقرب الحين عشان انا في السوق نفس الناس. تفضل تعال هنا. وين حلاق؟ ما تغير شيء، انا لساعي عجن في وجهي ما غير شيء. ها ذمتك ذمتك ما تغير شيء والله العظيم. ركز تغير شيء ولا لا؟ لا في ذمتك والله يوفق العدو والله الوقت الفاضي. بعد الوقت عن اللي مشيت من اعداك انس يا اخوي اعداك انس قل لي انا كده عيني يبعد اوعي. طبل صح؟ جزت وناسة ايه يعني غنية بغنية بما تعني الكلمة غنية بما تعني الكلمة ايه خسرتك في الليلة طبل ما تركز ما تجي ايه يرحم والدك يعني يكفي ان الحلاق بسوي الاستشوار. لحظة والله يكفي ان مسوي الاستشوار يعني مدلل البيت اي شيء مدلل شعري نعم والله بس يعني ما احب اسوي استشوار يا جماعة شكلي يطرى غريب. ها خطبتي والدك كانت تبني وتحلق نسوينا يكون حلو وعد التصوير يكون قبل منا للصالون. مدلل للبيت خطبنا له عروس الغالي خطبنا له عروس او سمعونا الهلا الضش تكليت خطبنا له عروس او خطبنا له عروسه. يضحك على شعري يضحك يضحك ما ادري تدرج قال لي الحلاق ما دريت. اصبر ها اصبر قال لي اصبر اصبر ريم قال لي اصبر 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 كذا هو ترى اليوم صح صح بالله مو صح كان كذا هو اليوم اصبر وش اصبر اصبر شعرك اصبر شعرك بس اصبر انا اشتكيت قلت له انا طلعت لي شيبه هنا وانا اصلا دقني ما كان بيطلع في شيء بس كان شعري كذا ايش قال؟ قال اصبر تدري اذا شلت الشعره يطلع بدالها 10؟ قلت ايوه والحل؟ قال اصبر. انا ندمت اني قلت له يعني انا طلع فيني شيب ليه اصبغ يعني وقرب تخسرني واذا ما ضبط اشيل لك اياه انا بفهم كيف بيشيل الصبغ كيف ينشال الصبغ. الكلمه اللي قالها وش كان تقرب لا ما تقربنيش لا مو ما تقربنيش وش والله نسيت ما تواخذنيش لا لا ايش فيها ايش ما تقتلش ما تقتلش هم لا هذا الجبل مجنون انت لا لا الزبده انه كل شوي اصبغ شعرك كله شيب وانت في عز شبابك عمرك 24 اصبغ يا سلطان اصبغ. قلت لا لا خلني يا اخي انا راضي انا راضي بالوضع اللي انا فيه انا راضي يا اخي ما ابي اصبغ. لين طلعت يقول لي انت هتسافر امتى؟ قلت انا يعني ايام بعد ايام. قال قبل السفره تعال لي انا اسوي لك ترتيبات قبل هذا وبعدين اصبغ لك يعني مكان الشيب. قلت له ليش؟ قلت انت مسافر يعني من بيلاحظك؟ قلت هو يعني يبي يسوي لي الاستشوار هذا في السفره فهمت؟ عشان اصير مدلل مو مدلل البيت مدلل الهرد. اي 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 فيعني ان شاء الله خير ان شاء الله خير. ليه من قال لك اني جوعان؟ الله يرحم والديك والله قاعد اشحن جوالي بس والله قاعد اشحن جوالي يا غالي والطلب رخيص بس من عيوني يا عمري من عيوني من عيني ايش فيها؟ ها؟ اصبر من عيوني يا عمري من عيوني يا عمري ايش ذا يا ساني ما خلا ولا حدا من هالكلام الحلو. الله يوفقك انت ويطول بعمرك ويخليك العين ترجيك ويحفظك يا ربي يا كريم يا حلو كلامك. لا اتوقع ان انت اللي فيك النوم الله يحفظك. انا لو في النوم ما قلت بث بعد الفجر. انا انتظر جوالي يشحن لا تستدرجني على امور انا ما قلتها الله يحفظك. ايوه
والله ان شاء الله تجهز كركتيه طال عمرك جعلها بالعافيه. ابد اللي تبي اللي تبي. تعايش معنا لنفس الكوكب. كيف اذن الظهر؟ اذكر الله يا مسلم. يا جماعه الشيب وقار يا جماعه. الحمد لله اني ما قد شلت يعني ما قد سويت اي شيء في الشيب. واتوقع انا نقص فيتامين يعني ما له دخل العمر يعني الله يحفظكم يطول بعماركم ويخليكم لاهلكم يعني. العمر العمر مجرد رقم يا جماعه الخير. العمر والروح هذه هي اللي تحدر والله ما ترقع. يلا على البث الله يحفظكم يلا. ليش طيب؟ الروب يجيب النوم يا حبيبي انت وياه. انا ما ابغى يجيني النوم. يلا الساعه 6 يلا والله خلاص.